طبقنا اليوم اللي هو البابا غنوج. بابا غنوج اللي هي مكوناته الباذنجان والخضرة اللي راح ندخلها فيها أو نخلطها فيها. طبعا إحنا هون شوينا الباذنجان عشان إنه بيكون بالأسرع، وفرمنا الخضرة اللي إحنا راح نخلطها مع الباذنجان. المواد اللي إحنا راح نستعملها في البابا غنوج اللي هي البندورة والفليفلة الملونة، هاي عنا الأخضر والأحمر والأصفر طبعا، وبصلة مبروشة برشناها، والبكدونس والنعناع، وراح ندخل فيها الرمان، حب الرمان ودبس الرمان، راح ندخل كمان الليمون، وطبعا أكيد مع زيت الزيتون. هاي بتختلف إشي بس يعني راح تختلف عن المتبل الباذنجان، لأنه هو في الأصل إحنا ما منا نهرس الباذنجان، بدنا نشوي شوي. وممكن إنها الست تسهل على حالها وإنها تشوي وتكون مجهزته قبل بوقت، يعني ممكن إنه يكون في له تحضير مسبق عشان إنه يسهل عليها. عدا عن هيك إحنا بنعرف إنه طبق ثانوي وطبق جانبي إنه يحبذ إنه يكون موجود عنا على طاولة، على سفرة رمضان وعلى الطاولة. رمضان كريم علينا وعليكم. هلا بدنا نبلش نعمل إحنا كيف خطوات، الخطوات الأولى لطبقنا اليوم اللي هي الباذنجان. أول شيء زي ما حكينا بدنا نقطع إحنا الباذنجان، ما بدنا نهرسه زي المتبل، بدنا نفرمه يعني زي كيف إحنا بنفرم السلطة. طبعا هو طبق غني ذات قيمة غذائية تقريبا كاملة، لأنه بدخل فيه كثير خضرة. خلي هذا الطبق فيه. إذا الست كمان بتحب إنها تضيف كمان شغلات ثانية خضرة بتقدر إنها تضيف، لكن أنا حاولت أخلط يعني، وإنه يكون عندي أشكال أكثر، إنه لما دخلنا البندورة ودخلنا الفليفلة والفلفل الحار، فإن شاء الله إنه بيكون طبق ذات قيمة غذائية. هيك احنا انهينا اللي هو فرم الباذنجان عشان نجهز طبق اليوم. هي عنا بندوره مفرومه، هي عنا فليفله خضراء، عشان الفليفلة ملونة وأخضر وأحمر وأصفر، عدا على إنه كمان في فائدة كمان منظره كثير بيكون مرتب. هي عنا البصل طبعا أنا هون برشته برش. طبعا الكميات اللي احنا بنضيفها هو برجع حسب كمية الباذنجان اللي هي مشوية. انا هون زدت نسبة الخضرة عشان بدي يكون طبق مفيد وصحي. هاي البكدونس، احنا راح ندخل فيه حب الرمان وراح ندخل فيه دبس الرمان، راح نضيف يعني ونزين بالحب طبعا. والرمان راح يكون اختياري لانه مش على جميع المواسم بيكون احنا عندنا الرمان متوفر. هاي النعنع لانه في ثومي حبينا نضيف له نعنع عشان نروح ريحه الثومي.
هاي حطينا فلفل حار، فلفل حار حسب الرغبة وحسب شو بحبوا الأفراد الأسرة. هاي بضل عنا الثومة، دايما احنا بنفضل انه الثومة يكون قبل التقديم بشوي عشان ما بدنا تكون الرائحة كثير للي بحبش ريحة الثومة. هاي عنا الرمان، راح ندخل فيه حب الرمان ونترك شوي للتزيين. أكيد لازم يكون ليمون وزيت زيتون. طبعاً مع رشة ملح. بفضل إحنا ما نكثر ملح، ووقت ما إحنا ناكل إذا بيكون الأكل، عشان مهمنا الصايم إنه يكون الأكل له صحة ومفيد أكثر. دايما اخر اشي احنا منضيف له دبس الرمان في اخر اشي عشان ما بدنا احنا لونه يتغير، او احنا قبل التقديم منضيف زيت زيتون. هاي عنا دبس الرمان معلقتين كبار، نذكر انه احنا دبس الرمان دايما اخر مرحلة منضيفه. هاي احنا خلطنا المواد اللي والمقادير اللي احنا ضفناها لطبق الباذنجان او البابا غنوج، اللي هي الفليفلة الملونة والبقدونس والنعنع والثوم والبصل طبعا، وزيت الزيتون وليمون والرمان حب الرمان ودبس الرمان. هاي احنا شايفين كله في فائدة وصحة. احنا بهمنا انه يكون طبقنا مغذي وصحي خاصة في رمضان، لانه يعني دايما احنا منركز في رمضان على الرز وعلى اللحم وعلى الجاج، فاحنا هنا حبينا ان احنا ندخل الخضروات. الخضرة فيه أكثر من الباذنجان. طبعاً هذا بيقدر اللي بده ياكل إنه مع خبز أو في المعلقة. مشاهدينا الكرام، طبق البابا غنوج صار معانا جاهز. تابعونا على فضائية القدس التعليمية مع طبق جديد. رمضان كريم على الجميع.